قالت الحكومة البريطانية أنها طلبت من شركة فالينفا الفرنسية النمساوية 40 مليون جرعة إضافية من لقاحها المضاد لفيروس كورونا للعام 2022. وقالت الحكومة أن الصفقة الأخيرة ترفع عدد الجرعات المطلوبة من مختلف الموردين إلى 407 ملايين خلال العامين المقبلين، فيما أشارت الشركة إلى أن بريطانيا تحتفظ أيضا بخيار الحصول على 90 مليون جرعة إضافية بين عامي 2023 و2025. من جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن معدلة الإصابة بكورونا في البلاد ربما بدأت في الانخفاض. أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن ثقته من أن جميع اللقاحات التي تستخدمها بلاده توفر درجة عالية من المناعة والحماية ضد جميع الطفرات. عبر سكايب للمزيد من التفاصيل من لندن دكتور مجدي إسحاق رئيس جمعية الأطباء. دكتور مجدي أرحب بك معنا على أكسترا نيوز من القاهرة، وتعليقك بداية حول تصريح بوريس جونسون بأن معدلات الإصابة بكورونا في البلاد أو في بريطانيا ربما بدأت في الانخفاض، هل هذا دقيق؟ دقيق جدا، لأن كانت معدلات الإصابة اليومية من حوالي 7 أيام ما بين 50,000 و60,000. حاليا معدلات الإصابة انخفضت ل 25,000 وفي طريقها الانخفاض، وعدد الناس اللي بتدخل المستشفيات للعلاج ابتدى يقل. كقطاع طبي دكتور في لندن، ومن الواضح انه بريطانيا تعمل على تنويع مصادر اللقاحات على المستوى الطويل او المستوى البعيد حتى، وليس او المدى البعيد وليس المدى القريب، كيف تنظرون الى ذلك والى اي مدى هذا هام بالاتفاقيات بهذه الاعداد من اللقاحات من مصادر متنوعه ومختلفه حقيقه؟ هو الحقيقه في كل دولة في العالم دلوقتي بتحاول تعمل تعاقدات على أكبر عدد من اللقاحات، لأن احنا مش عارفين هل هيتكرر التحصين سنوي، وإن الكورونا هتتحول من بانديميك إلى انديميك، يعني تبقى متوطنة وتبقى زيها زي دور الإنفلونزا كده. فلابد يكون التخطيط مستقبلي، لأن احنا كل سنة بنحصن الناس ضد الإنفلونزا، فعشان كده الحميات السنوية اللي بيحصل من الإنفلونزا قل جدا. معظم المصادر العلمية بتتأكد بتقول ان ممكن البانديميك ده يتحول الى انديميك، وكل سنه يطلع لنا فيروس متحور من الكورونا، فلابد يكون عندنا تخطيط شامل زي للتحصين زي ما بنعمل بالظبط للانفلونزا. نعم، بس أخذ من كلام حضرتك يا دكتور، في حالة أنه تحول هذا البانديميك أو الجائحة إلى أنديميك أو هو فيروس مستمر معنا، هل فاعلية هذه اللقاحات بتكون موجودة أو فعالة مع التحويرات المختلفة للفيروس في كل مرحلة أو كل فترة؟ شوفي حضرتك، يعني الفيروس بتاع الكورونا في التصرفات بتاعته ما بيختلفش عن اي فيروس ثاني، يعني ما بيختلفش عن فيروس الانفلونزا. فيروس الانفلونزا كل سنه بيتحول وكل سنه بيتغير. نعم. حكايه انك انت تحولي تغيري المصل او اللقاح اللي موجود سواء اوكسفورد زينيكا او فايزر او موديرنا بحيث ان هو يواجه التغيرات دي، عمليه سهله وبتحصل في مدة قليلة جدا، مش زي ما ابتدينا طبعا ان هم يعملوا الفاكسين ده في سنة، دي صراحة معجزة علمية كبيرة جدا. نعم. لكن حكاية انك انت تطوري وجيناتيكالي وتغيري التركيبة بتاع اللقاح عشان تتماشى مع التغيرات اللي بتحصل في الفيروس، دي عملية سهلة جدا وما بتاخدش أكتر من شهر أو اتنين.
دكتور، هل ده معناه انه مع استمرار الجائحه معنا هتكون بنفس الخطوره والشده اللي موجوده فيها دلوقتي او العام اللي فات، ولا احنا بنتكلم عن حتى مع استمرار كورونا معنا في الاعوام المقبله هيكون ليها اثر اقل من حيث الاصابات واعداد الوفيات؟ كل الاراء العلميه بتقول دلوقتي انها هتستمر معانا، لكن مش هتستمر بالصوره اللي حضرتك شايفاها دلوقتي، هتستمر بصوره انها وباء بيتكرر في فصل الشتاء او في فصول معينه فيها برد، واللقاحات هتقدر تقاومها. وبعدين كل ما الفيروس بيطول كل ما المناعه الطبيعيه بتزيد. نعم. فحدته ما بتبقاش زي ما حصل من مارس اللي فات لحد دلوقتي، الحده بتاع المرض نفسه بتقل والفيروس بيضعف على فكره. نعم. لان احنا بنقول الفيروس لما يتحور ممكن يكون اخطر، لكن ممكن جدا ان يكون اضعف. فهو المشكله ان في معلومات خاطئه كتير جدا الناس تتداولها عن طريق السوشيال ميديا، ودي في منتهى الخطورة. صحيح. لكن من الناحية العلمية كل الفاكسينات بتشتغل على معظم التغيرات اللي حصلت، معظم اللقاحات شغالة وفعالة، سواء أوكسفورد أو سواء الصيني أو سواء الفايزر أو موديرنا، كله بيشتغل كويس. المشكلة اللي ظهر الجديد و اللي هو التغيرات اللي حصلت في الفيروس في ساوث افريقيا، في جنوب افريقيا. نعم. ده فيروس جديد، في مش جديد، متحور، ويعتقد ان اللقاحات هتاثر عليه بس مش بنفس القوه الكفاءه اللي هي بتعملها مع الفيروس اللي هو متحور. ادي كل حكايه يعني. مع النظر هو لحد يا دلوقتي دكتور، مع النظر نعم. يا دكتور، مع النظر يا دكتور للقاحات الموجوده حول العالم دلوقتي، اذا كان البريطاني او الصيني او شركات فايزر بايونتك استرازينيكا سينوفارم، اللقاحات الاشهر واكثر شعبيه حول العالم، هل تنصح بان معظم الناس يتم تطعيمهم ياخذوا اللقاح؟ شوفي اقول لحضرتك، سينوفارم ده الصين. نعم. للأسف الشديد احنا ما فيش أبحاث أعلنت عنه كتير، فالنواحي العلمية والمصادر العلمية ومراكز البحوث العلمية مش عارفة كويس. فأنا مش هقدر أحكم عليه. نعم. لكن في الصين بيقولوا إنه شغال كويس. عندك بقى سبوتنيك 1 وسبوتنيك 2 بتاع روسيا، ده صورة طبق الأصل من بتاع أوكسفورد باكسين. فايزر وموديرنا دول بيشتغلوا بطريقة خالص غير بتاع أوكسفورد أو بتاع سبوتنيك 1 أو 2 بتاع الاتحاد بتاع روسيا. نعم. بالنسبة لكل دول العالم اللي هي يعني الدول النامية والدول الديفلوبت زينا زي في مصر، يمكن احنا في مصر اخف شوية، وزي بقية افريقيا ودول اسيا، اللي احسن لنا ان احنا نستخدم اوكسفورد استرازينيكا. نعم. لان الفاكسين ده مش محتاج لتلاجة عادية. الفاكسين بتاع فايزر اللوجيستيك بتاعته عايزه ماينس 70 ديجري، وبعدين حضرتك لو طلعتيه مره واثنين وثلاثه ما تقدريش تستعمليه بعد كده. يعني انت لو نقلتيه من ماينس 70 لماينس 70 ده واحد، ونقلتيه مره ثانيه ونقلتيه مره ثالثه، بعد كده الفعالية بتاعته ما بتبقاش تمام. نعم. هو الفعالية بتاعته عالية جدا 92% ل95%، لكن المشكلة فيه في اللوجيستكس، ان هو لابد يتخزن على درجة حرارة ماينس بالناقص 70 تحت الصفر. نعم. دي مش
دي مش في مقدور دول كتيرة جدا يعني. أخيرا دكتور، لكن أكسفورد زينيكا ممكن تحطيه في الثلاجة بتاع البيت. نعم دكتور، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا من لندن، الدكتور مجدي إسحاق رئيس جمعية الأطباء ببريطانيا.